مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بالملايين. دي حلقة جديدة، حلقة أول الأسبوع من برنامج البيت الكبير. برحب بكل عشاق الأهلي وبرحب بالكابتن هاني رمزي في الأول. أهلا بيك مساء كابتن. الخير يا سام، أهلا بيك طبعا. أهلا بيك. وأهلا بكل المشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله هنكون معاكم إن شاء الله على مدار 3 ساعات، تغطية خاصة طبعا لكل الأحداث على الساحة الرياضية. هيكون معانا ضيوف من العيار الثقيل خلال طبعا حلقتنا. هيشرفنا طبعا الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القوسي، والفقره الاخيره باذن الله هيكون معانا ضيفنا النجم الكبير صاحب البشره السمراء الكابتن شطه. لكن خلوني بس اتكلم على حاجه مهمه جدا. طبعا مباراه النادي الاهلي امبارح، انا هكلمكم بشخصيتين. الشخصيه الاولى اللي هو مشجع، انا مشجع من النادي الاهلي زعلان، وعمري ما هقول لكم ما تزعلوش، لا ازعل، انت بتحب الكيان وبتحب النادي الاهلي، ولو ما زعلتش ما تبقاش ابن النادي الاهلي او مشجع من النادي الاهلي، لكن عمرك ما تفقد الثقه في فرقتك. هو ده اللي بتكلم عليه، انك بتزعل، انك بتتضايق، انك دايما شايف النادي الاهلي هو مطالب بالمكسب، لكن عمرك ما تفقد الثقه لا في لعيبتك ولا في الاداره الفنيه ولا في مجلس ادارتك. مش هنقول مباراة وعدت، لكن دايما مباراة الأهلي والزمالك ما بتعديش، لكن هقول لك إن النادي الأهلي هو إن شاء الله متربع على القمة، النادي الأهلي إن شاء الله هو بطل الدوري. لسه بتكلم مع حد من الأصدقاء من الزملاء في ورا الكاميرا قبل ما أخش، فبيقول لي يا كابتن أنا خايف وقلقان. كلنا خايفين وقلقانين، لكن هو ده الخوف اللي بيولد النجم، هو ده الخوف اللي بيولد البطل. الجزء الثاني كلاعب، وكنت لعيب في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي محتاجاك دلوقتي، محتاجه الجماهير دلوقتي. انقد، ازعل، لكن عمرك ما تفقد الثقه اللي اللعيبه محتاجه لك. اللعيبه الفتره اللي جايه محتاجه لكل واحد فينا على مستوى المشجعين. ما عندناش اي مشكله وانا بتكلم كلاعب انك تنتقد، ما عندناش اي مشكله انك تقول النهارده كنت وحش، ما عندناش اي مشكله سهام خالص ان الناس تنتقدنا، لكن المهم جدا انك في الحاله ديت لازم تدي الثقه للعيبه، لان اللي جاي اهم. اللي جاي اهم على مستوى الدوري، اللي جاي اهم على مستوى بطوله افريقيا اللي كلنا مستنيينها وكلنا بنحلم بيها. فده النادي الاهلي، ان جماهيره بتزعل من الخساره اللي احنا متربيين على كده، لكن عمرها يعني باللغه البلدي كده عمرنا ما هنضرب كرسي في الكلوب ونقول لا ده اللعيبه وحشه وما بتنفعش ومشي دوت والاداره الفنيه لا ما تنفعش لا مش ده النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي ليه ثوابت، النادي الاهلي هو صاحب البطولات والانجازات بيكونتو بجماهير النادي الاهلي. فرساله ليكو بوجهها انك ازعل، اتضايق، لان ده النادي الاهلي، لكن عمرك ما تفقد الثقه، بالعكس كلنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله باذن الله البطوله، ان شاء الله بطوله الدوري محسومه للنادي الاهلي باذن الله، وكمان البطوله الافريقيه.